بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صالح مستمر معكم إن شاء الله في سلسلة الإسعافات الأولية، ولابس لكم هاي اليوم عشان أبين زي اللي عن جد يعني دكتور. تمام، اليوم موضوعنا راح يكون عن إسعاف الغصة. إيش الغصة؟ الغصة هي انسداد مجرى التنفس بسبب جسم غريب. ممكن يكون هذا الجسم لقمة أكل، هذا الإشي ممكن يؤدي إلى قطع الأكسجين عن الدماغ. طبعاً تكمن خطورة الغصة في إنه إذا انقطع الأكسجين عن الدماغ من مدة 3 إلى 5 دقائق، هذا الإشي ممكن يؤدي إلى تلف في خلايا الدماغ. فلازم دائماً الشخص الذي يصاب بالغصة نقوم نقدم له خدمة الإسعاف بأسرع وقت ممكن. راح نقسم موضوعنا اليوم لأربع أجزاء. الجزء الأول، كيف نعمل إسعاف لشخص بالغ، كيف نميز ما بين الانسداد الجزئي والانسداد الكلي. ثانياً راح نحكي عن كيف نسعف شخص أصلاً يجينا وهو فاقد الوعي. ثالثاً راح نحكي عن إسعاف الغصة بالنسبة للأطفال. وأخيراً راح نحكي عن إسعاف الغصة بالنسبة لنفسك، كيف أنت تسعف نفسك إذا ما كان في حدا موجود بيعرف يعمل إسعافات أولية أو ما في حد موجود أصلاً. تابعونا بعد الفيديو. إسعاف الغصة بالنسبة للشخص البالغ. أول إشي بدنا نميز ما بين الانسداد الكلي والانسداد الجزئي. الانسداد الجزئي أمره هين جدا، ما عليك إلا أنه تحث الشخص على السعال أكثر وأكثر عشان يخرج الجسم. كيف بدي أميز الانسداد الكلي؟ ببساطة الشخص إذا كان بيقدر يقح، قادر ينادي عليك، قادر يعطي تعبيرات أو يطلع أي صوت، بيكون هذا الانسداد جزئي. أفضل إشي ممكن يعمله هو أنه يقح أكثر وأكثر. ما تحاول تمنعه أنه يقح، ما تحاول تخليه يشرب مي، ما تحاول تخليه يوقف على استقامته وهو يمنع القحة، لا، خليه ينحني وخليه يقح أكثر وأكثر وأكثر. أنت شجعه على القحة وحاول هدي منه عشان يكون مسيطر على حاله. ثانياً إسعاف الانسداد الكلي. الانسداد الكلي الشخص ما بيكون قادر يقح، ما بيكون قادر يطلع صوت أو ينادي عليه. بتلاحظوا أنه أطراف أصابعه بتصير لونها شوي أزرق، شفايفه بتتحول للون الأزرق. أغلب الأحيان بيكون حاط إيده على رقبته هيك، دليل أنه قاعد بيختنق. شو بتتصرف بهاي الحالة؟ بهاي الحالة أولاً أنت بدك تخليه ينحني وتضربه 5 ضربات على ظهره في منتصف الظهر، 5 ضربات شديدة القوة من الداخل إلى الخارج هيك للأعلى. 1، 2، 3، 4، 5 ضربات. تراقب الفم، في حال طلع الجسم ما في داعي تكمل، ما طلع الجسم تنتقل لحركة هملك. إيش هاي الحركة؟ تيجي أنت خلف هذا الشخص، لف إيدك حوالين جذعه، توضع إيدك الأولى بشكل قبضة هيك، الإيد الثانية فوقيها بهذا الشكل، وبتوضع فوق رأس المعدة وتحت الأضلاع السفلية، بتكون بالضغط من الداخل إلى الأعلى. هيك أنت بتكون تدفع الهواء من داخل جسمه إلى الفم، وبطريقه بدفع هذا الجسم الغريب أو هاي اللقمة اللي سكرت مجرى التنفس إلى الخارج. تقوم بهاي الحركة 5 مرات، 1، 2، 3، 4، 5 مرات. في حال ما طلع هذا الجسم الغريب بتعاول الضربات على ظهر هذا الشخص، 1، 2، 3، 4، 5، بعدين بترجع مداورة ما بين الحركتين. ما طلع هذا الجسم الغريب، بالتالي راح يفقد هذا الشخص وعيه. انت بهاي الحالة مضطر تعمل لهذا الشخص CPR اللي تعلمناه احنا بالفيديو الاول. راح ننتقل ان شاء الله لشخص فاقد الوعي. جيت انت على شخص فاقد الوعي اصلا، كنت انت متأخر او نادوك الناس وكنت متأخر، هذا الشخص فاقد للوعي، كيف بدك تعمل له عملية الإسعاف؟ بسيطة، بدك تعمل حركة هيملك، ولكن بدك تمدده على الأرض. تيجي انت ركبك عند ركبه، توضع ايدك نفس الوضعية، ولكن الدفع هاي المرة من عند كلوة ايدك من رأس المعدة والأضلاع السفلية. 1، 2، 3، 4، 5، 6، بتضلك تكرر هاي الحركة إلى حين خروج الجسم الغريب أو أنه يصير يبلش يقح. إذا بلش يقح
شجعه يقح أكثر وأكثر، وبعد ما يخلص قحة ويطلع هذا الجسم خليه يشرب مي. ما طلع هذا الجسم والشخص دخل في غيبوبة أو فقد الوعي، أنت مضطر تعمل CPR لهذا الشخص بالطريقة اللي تعلمناها بالفيديو الأول. ننتقل لموضوع إسعاف الطفل الرضيع، إشي بهم كل أب كل أم وكل معيل لأسرة، كيف يسعف طفل عمره أقل من سنة صارت معه الغصة. صعب تعمل له حركة هيملك، صعب إنك تساعدك أو تتعامل معه زي الشخص البالغ. هذا الطفل أنت بتتعامل معه بطريقة مختلفة شوي، طبعاً بدك تمدد هذا الطفل على ذراعك على ساعد إيدك، هيك تسند رأسه ورقبته بواسطة كف إيدك زي ما هو موجود بالصورة، تخليهم نازلين شوي عن الأرض أو باتجاه الأرض. ليش؟ عشان تستفيد من قوة الجاذبية في خروج هذا الجسم الغريب. لازم تعمل 5 ضربات سريعة ما بين أكتاف هذا الطفل، هاي المرة متوسطة القوة وليست شديدة زي الشخص البالغ. 1 2 3 4 5 ضربات على الظهر، ما طلع هذا الجسم بدك تقلب هذا الطفل الرضيع على ظهره وتخلي وجهه مقابل إليك، تسند الرأس والرقبة بكف إيدك وتخليهم شوي نازلين على الأرض، وتقوم ب5 ضغطات بواسطة إصبعين على منتصف صدر هذا الطفل متوسطة القوة أيضا. 1 2 3 4 5 ضغطات، ما طلع الجسم بدك ترجع للضربات على الظهر ومن ثم تعود إلى الضغطات على الصدر. في حال ما طلع هذا الشيء الغريب أو اللقمة، انت مضطر تعمل CPR لهذا الطفل الرضيع. طبعا يختلف شوي عن اسعاف او CPR بالنسبة للشخص البالغ في انه عدد الضغطات على الصدر 5 وليست 30، وهذه الضغطات ليست بقوة الاكتاف بل بقوة الاصابع، نفس قوة الضغطات اللي كنت تضغطها لما تحاول تطلع اللقمة. 1 2 3 4 5 ضغطات ومن ثم نفخة واحدة متوسطة القوة، هاي النفخة في فم هذا الطفل ما طلع، او بدك تحاول انت ترجع النبض او ترجع التنفس، بتضلك تداور ما بين الحركتين. طبعا دائما في اي حالة اسعاف انت بتحاول مساعدة هذا الطفل او هذا الشخص الى حين وصول رجال الاسعاف. في حال كنت لحالك بترن على الاسعاف، بتحط سبيكر وتحط التليفون وتبلش تساعد هذا الطفل او هذا الشخص الى حين وصول هذول رجال الاسعاف. بتكون تحكي معهم على السبيكر، تدلهم على مكانك، تشرح لهم بالحالة، ممكن شخص مختص يحكي معك ويعمل لك شوية إرشادات، أنت بيكون عندك شوية خلفية بالإسعافات، هيك إن شاء الله بتكون يعني فرصتك أقوى في مساعدة هذا الشخص المصاب. أو أنت إذا كان في حد ثاني بتخلي هو يحكي مع الإسعاف في حين أنت قاعد بتحاول بمساعدة هذا الشخص. أخيراً راح ننتقل لموضوع كيف تساعد نفسك في حال أنت أصبت بالغصة الانسداد الجزئي، تحاول تقح قد ما تقدر، صار معك انسداد كلي مش قادر تتنفس، فيش حد يعمل لك إسعاف، فيش حد موجود أصلاً، أو أنه فيش حد بيقدر يعمل إسعاف، بلشت الناس تدق على ظهرك وتلاخم زي ما شوفنا الفيديو اللي بعد المقدمة. في هاي الحالة أنت على طول بتحاول تعمل حركة هيملك لنفسك، كيف تعملها؟ إيدك هيك وبتقوم بالضغط عند خصرك زي كأنك تعملها لشخص آخر ولكن على نفسك. 5 6 7 8 بتحاول تظلك تعمل لما يطلع الجسم، ما طلع بتحاول تستخدم جسم صلب موجود حواليك زي كرسي زي طاولة شو مكان زي ما هو موجود بالصورة هون، بتقوم بدفع نفسك إلى الأسفل ومحاولة دفع الهواء إلى الأعلى باتجاه الفم ليدفع هذا الجسم الغريب. طبعا دائما اذا انت صارت معك هاي الحاله حاول ما يسيبك الهلع وترتبك، هيك انت صار عندك خلفيه بالاسعافات الاوليه ان شاء الله، قادر تساعد نفسك، قادر تتصرف في اي حاله خطيره. انت دائما اذا تكون قادر تتمالك نفسك تتصرف بشكل احسن في هاي الحاله. حاول ما ليش لما بيسيبك الذعر، لانه انت بتبلش تسحب هواء زياده، فانت لما تسحب هواء زياده انت بتدخل هذا الجسم اكثر واكثر وتخلي عمليه خروجه اصعب، فانت لما تهدى انت بتكون مسيطر على نفسك اكثر. وفي النهايه شكرا جزيلا، شكرا لمجموعه دادسترز وشباب دادسترز اللي فعلا انتم صرتوا عيلتي واحلى عيله والله، وان شاء الله بنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم في التعليقات. وشكرا لكم، بشرفني رأي اي واحد فيكم ودعم اي حدا فيكم، وسلام.